بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. النهاردة موضوعنا مراجعة على الفرع بتاع البحث كله. هناخد مراجعة على الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، أمثلة كلها متنوعة زي اللي بيجي لك في الامتحان بالظبط. نركز كده مع بعض ونشوف أول مسألة معانا. بيقول إذا كانت دال دالة وكان دال شرطة بتساوي 2 دالة 1 بتساوي 4، فأن نهاية ه لما تقترب من الصفر لدالة 1 زائد ه ناقص 2 على 3 ه بتساوي كام؟ أول حاجة تعالى نفهم العبارة دي. لما يجي يقول لي ده شرطة 1 بتساوي 2 دالة 1 بتساوي 4، على طول أنا باجي أقول له يبقى دالة شرطة 1 بتساوي 4، يبقى دالة شرطة 1 بتساوي 4، وأقول له انه 2 دالة 1 بتساوي 4، واختصر يبقى دالة 1 بتساوي 2. يبقى احنا كده اتفهمنا مع بعض، عرفنا انه دالة شرطة 1 بس لوحدها ب4، وانا خدت 2 دالة 1 بتساوي 4 اختصرتها، ويبقى دالة 1 بتساوي كام؟ 2. طيب الصيغة دي صيغة دالة شرطة بس محتاجة تتظبط، يعني المفروض ان انا هقول له ايه؟ انا هطلع التلاتة بره فهتبقى تلت. نهاية ه لما تقترب من الصفر لـ ه بس، يبقى انا كانت معايا 3 هنا خرجتها بره، هنا دالة 1 زائد ه. طب ما انا عندي الاتنين دي يعني دالة 1، يبقى اشيل الاتنين واكتب مكانها دالة كام؟ 1. الله، دي الصيغة دي كده عبارة عن دالة شرطة 1، يعني هقول له الكلام ده بيساوي تلت دالة شرطة 1. طيب ما هي دالة شرطة 1 ب4، يبقى 4 على 3. هو مديني اختيارات، بيقول لي صفر ولا 4 على 3 ولا 12 ولا ربع. انا بعلم وبظلل على 4 على 3 اللي انا عملتها. اهم حاجه في المساله دي ازاي اعرف استنتج معلومه من العباره دي، وكمان ازاي اعرف اخلي الشكل اللي هو مدهوني ده شكل الداله شرطه اللي انا عارفها من زمان. نمسك مساله تانية. بيقول لي إذا كان مجموع نون حدا من المتتبع حسابية يتعين بالقانون ج نون بيساوي 2 نون افتح قوس 7 ناقص نون، فإن عدد الحدود اللازم أخذها ابتداء من حدها الأول يكون المجموع سالب 240. أول حاجة ما بشتغل في المسألة دي على طول كده أقول له ج نون بتساوي 2 نون في 7 ناقص نون، أجيب له ج 1، يبقى 2 في 1 في 7 ناقص 1، 7 ناقص 1 6، 2 في 1 يبقى بكام؟ ب12. اجيب له ج 2، يبقى 2 في 2 في 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 في 5، و2 في 2 ب4 يبقى ب20. واجيب له ج 3، ج 3 اللي هي 2 في 3 وهنا 7 ناقص 3، 7 ناقص 3 ب4 و2 في 3 ب6 يبقى 24. خلي بالك دي ج، انا عايز ح، فاقول له انا عندي قانون يقول لي انه ح نون بتساوي ج نون ناقص ج نون ناقص 1، يعني لو انت عايز ح ممكن اجيبها بالجيم. ج 1 هي الف اللي هي 12، ج 2 اللي هي هتبقى ج 2 ح 2 اسف ح 2 اللي هي ج 2 ناقص ج 1. طب ما انا عندي ج 2 ب 20 وعندي ج 1 ب 12، فيطلع ح 2 بكام؟ ب 8. طيب ح 3، ح 3 بناء على القانون هو عبارة عن ج 3 ناقص ج 2، يبقى ح 3 عبارة عن ج 3، احنا جايبينها 24، ج 2 جايبينها 20، فتطلع بكام؟ ب 4. وتبقى المتتبعة كالآتي: الحد الأولاني 12، الحد الثاني 8، الحد الثالث 4، وهكذا. وبالشكل ده أقول له يبقى أ بتساوي 12 د بتساوي 8 ناقص 12 بسالب 4، وبعد كده أقول له ج ن بتساوي ن على 2 افتح قوس 2 أ زائد ن ناقص 1 في د. ج ن هو قايل لي عليها بسالب 240، فأنا هقول له يبقى سالب 240 بتساوي ن على 2 افتح قوس 2 في 12 ب 24، وهنا الدال ب 4، وهخش هضرب هنا كده، يبقى 4 ناقص 4 ن، وأجمع يبقى سالب 240 بتساوي ن على ال 2 افتح قوس 28 ناقص 4 ن. نضرب في 2 ونعمل معادلة. المعادلة هتبقى 4 نون تربيع ناقص 28 نون ناقص 480 بتساوي صفر. وبالقسم على الأربعة
هتبقى نون تربيع ناقص 7 نون ناقص 120 بتساوي صفر. احلل بقى قوسين يبقى نون ونون ناقص وزائد 8 و15، اما نون بتساوي 8 او نون تساوي سالب 15، وطبعا ده مرفوض، النون لازم تبقى موجبة. اذا عدد الحدود الذي يجب اخذها حتى يكون الناتج او المجموع سالب 240 8 حدود. يبقى مسألة مهمة جدا ولابد ان احنا ناخد بالنا منها. الاول بجيب الجيم 1 والجيم 2 والجيم 3، وبعد كده بهتم قوي بالقانون ده اللي هو ح نون بيساوي جيم نون ناقص جيم نون ناقص 1. يعني لو انت عايز الحد الخامس يبقى جيم 5 ناقص جيم 4، لو انت عايز الحد السادس يبقى جيم 6 ناقص جيم 5. المسألة اللي بعد كده لازم نهتم يا اخوانا بالرسم البياني، هيجي لنا في الامتحان اكيد هيجي لنا مسألة على الرسم البياني. فهو بيقول لي ايا من الدوال الاتية قابلة للاشتقاق عند س بتساوي 2، اي دالة غير متصلة غير قابلة للاشتقاق، اي دالة لها ممسين مختلفين غير قابلة للاشتقاق، اي دالة لها مماس عمودي او موازي لمحور الصادات غير قابلة للاشتقاق. الدالة القابلة للاشتقاق لازم يبقى لها مماس واحد عند النقطة دي. فهنا الدالة دي غير متصلة تبقى غير قابلة للاشتقاق، هنا الدالة دي المماس بتاعها موازي لمحور الصادات يعني غير معرف تبقى غير قابلة للاشتقاق. هنا في مماس وفي مماس تاني هنا، يعني عند النقطة 2 يوجد ممسين مختلفين، يبقى الدالة اليمنى المشتقة اليمنى لا تساوي المشتقة اليسرى، يبقى مفيش غير دي المماس بتاعها واحد. عند النقطة 2 مفيش لها غير مماس واحد، يبقى شكل 4 هي الدالة القابلة للاشتقاق. يبقى انت عشان تحل المسألة لازم تفنط كل واحدة وتقول لك وتقول سبب ليها ايه. نقول له دي غير قابلة للاشتقاق عشان غير متصلة، ديت المماس بتاعها رأسي موازي لمحور الصادات، المماس الرأسي غير معرف، ديت لها ممسين لكل رسمة، اليمين لها مماس والشمال لها مماس مختلف، وبالتالي تبقى برضو غير، لان المشتقة اليمنى غير المشتقة اليسرى. مفيش غير دي اللي لها مماس واحد عند الاثنين، وبالتالي الدالة دي تبقى قابلة للاشتقاق. ناخد مسألة كمان بتقول مجموع الأعداد الصحيحة المحصورة بين 2 و100 والتي يقبل القسم كل منها على 3 تساوي، وعمل 4 اختيارات. فاحنا بسرعة عايزين نعرف ايه الأعداد اللي تقبل القسم على 3، فبقول له يبقى ح نون عبارة عن 3، أول عدد يبقى 3 وبعدين 6 وبعدين 9 وهكذا لغاية قبل 100 بعدد اللي هو 9 وكام و90. يبقى هي دي الأعداد المحصورة بين 2 و100 وكل منها يقبل القسم على كام؟ على 3. طيب الألف بكام بقى؟ الألف ب3. طب والدال؟ نقول له اطرح 6 من 3 يطلع 3. طب واللام؟ اللام ب9 وكام؟ و90. يبقى انت اولا انت اللي عملت المتتابعة بانك انت عرفت الاعداد المحصورة بالاتنين ومية كام اللي تقبل القسم على 3، فقلنا 3 والستة والتسعة، وبعدين اجينا عند المية، المية ما بتقبلش، طب انزل شوية التسعة وتسعين تقبل، يبقى هناخدها. وفي الحالة ديت بقى بنقول له ايه؟ طب انا عايز اعرف دول عددهم كام؟ نقول له لام تساوي الف زائد نون ناقص واحد في دال. لام بكام؟ بتسعة وتسعين. الف بكام؟ بتلاتة. ونون ناقص واحد فين؟ في تلاتة. ممكن اقول له بالاسم على تلاتة، تبقى تلاتة وتلاتين بتساوي واحد زائد نون ناقص واحد. هنا على التلاتة فيها التلاتة وتلاتين، هنا على التلاتة فيها الواحد، هنا على التلاتة فيها الواحد، فبقت نون ناقص واحد. واحد ده هيروح مع الواحد ده، تبقى اذا نون بتساوي 3 وكام و30. انا عايز ايه؟ انا عايز مجموع، يبقى اجي اقول له بقى ايه؟ انت عايز جيم نون او جيم 33 بتساوي 33 على الاثنين، افتح قوس 2 في الف يعني 3 زائد نون ناقص 1 يعني 32 في د اللي هي ب 3. هنحسب ده كله ده بالآلة هتطلع ب 1683. ندور بقى على ال 1683 دي لقيناها الفقرة به، يبقى بنختار رقم به. لازم نحل الأول، ما نختارش والسلام، نحل أولا ونحل بالراحة كده. إيه الأعداد المحصورة بين 2 و100؟ قلنا له وتقبل القسم على 3، يبقى أول عدد 3، اللي بعديه 6، اللي بعديه 9. طب إيه آخر عدد؟ نقول له 100 ما بتقبلش،
طب انزل سنه 99 بتقبل؟ اه بتقبل، يبقى ناخدها. طيب عايزين نعرف دول عددهم كام، كتبنا قانون اللام اللي هو الحد الاخير، جبنا منه النون عدد الحدود 33. وانت عايز ايه؟ انا عايز مجموع 33 حدا. مجموع 33 حدا يبقى 33 على 2 في 2 الف زائد 32 في 3، وطلعت في الاخر 1683. إذا كانت نهاية ه لما تقترب من صفر، اللي دالة 1 زائد 2 ه ناقص دالة 1 ناقص 3 ه على ه بتساوي 35، فإن دالة شرطة 1 بتساوي كام؟ خلي بالك لو أنت عندك ال ه ب 2 هنا يبقى لازم تحت يبقى فيه 2، لو عندك هنا التلاتة ال ه هنا ب 3 يبقى لازم تحت ب 3. وخلي بالك لو أنت عايز دالة شرطة 1 يبقى هنا فيه 1 وبتطرح منها 1. علشان كده أول حاجة هعملها هقول له كده، دالة 1 زائد 2 ه ناقص دالة 1، أنا ضفت دالة 1 من عندي، وهنا ناقص دالة 1 ناقص 3 ه زائد دالة 1، يبقى أنا ضفت سالب دالة 1 وموجب دالة 1. طب ليه بتضيفهم يا مستر؟ نقول له أصل دالة شرطة 1 عايزة دالة 1 زائد 2 ه ناقص دالة 1، وهنا نفس الكلام، وهنا دي ه. طب ايه رايك لما نقسمهم حتتين؟ نقول له يلا نقسمهم اهو، يبقى هنا دله 1 زائد 2 ه ناقص دله 1 على ه، وهنا هاخد ناقص عامل مشترك، وهنا هتبقى ه لما تقترب من الصفر، وهنا ه لدله 1 ناقص 3 ه ناقص دله 1. الناقص دي لو دخلت هتبقى زائد هنا. طب يا استاذ انت قلت لي لو هنا في 2 ه يبقى هنا في 2، نقول له نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2، يبقى كاني ما عملتش حاجه. ها طب هنا في هنا 3، يبقى نقول له هنا نحط سالب 3 وهنا نحط سالب 3 فتبقى هنا 3. طيب كده بقت ايه؟ نيجي نقول له ده كده بقى دالة شرطة 1، علشان دي 2 ه ودي 2 ه، يبقى نيجي نقول له دي 2 دالة شرطة 1. طب ودي بقت ايه يا استاذ؟ نقول له دي بقت دالة شرطة برضو ايه؟ 1، تبقى 3 دالة شرطة 1. انت قلت لي انها بتساوي كام؟ بتساوي 5 وكام؟ و30. طب ما ممكن نجمعهم 2 دالة شرطة 1 و3 دالة شرطة 1 يبقوا 5 دالة شرطة 1 بتساوي 35. بالقسم على 5 للطرفين يبقى دالة شرطة 1 بتساوي 7. طب هو في الاختيارات في 7؟ نقول له اول واحدة 35، تاني واحدة 7، تالت واحدة 5، اخر واحدة 1، يبقى الاختيارات السبعة. مرة تانية المسألة دي محتاجة تتظبط، خلي بالك لان دي مسائل من مسائل المستويات العليا في التفكير. انا بحاول احفظ شكل دالة شرطة 1 شكلها ايه، وحاول كمان اظبط بقى الحكاية. فقلت له دالة شرطة 1 في هنا 1 زائد 2 ه يبقى لازم هنا في دالة 1، هنا في 1 ناقص 3 ه يبقى لازم هنا في دالة 1، وبدل ما اقسم على ه هقسم على 2 ه، وبدل ما اقسم على ه هقسم على سالب 3 ه، فخلالي الشكل بالمنظر ده اللي خليته اعمله كده وجمعت وطلعت دالة شرطة 1. اذا كانت سيجما من ر بتساوي 1 لنون للعدد 3 بيساوي 12، وسيجما من ر بتساوي 1 لنون للر بتساوي 10، وسيجما من ر بتساوي 1 لنون لر تربيع بتساوي 30، وكان دالة س بتساوي 3 ناقص 2 ر زائد ر تربيع، فأوجد سيجما من ر بتساوي 1 لنون لدالة س تربيع. فتيجي تعالى معايا بقى نقول له يبقى دالة س بتساوي 3 ناقص 2 ر زائد ر تربيع. طب ما تاخد السيجما على الكل، يبقى سيجما من ر بتساوي 1 لنون لدالة س بتساوي سيجما من ر بتساوي 1 لنون للتلاتة ناقص 2، هاخدها بره، سيجما من ر بتساوي 1 لنون للر زائد سيجما من ر بتساوي 1 لنون للر تربيع. الله، طب ما انا دي انا عارفها بكام؟ ب 12، يبقى اكتب مكانها 12 ناقص 2. طب ما برضو دي انا عارفها بكام؟ ب 10، يبقى نكتب مكانها 10 زائد، طب ما دي انا عارفها بكام؟ ب 30، يبقى نكتب هنا 30. طب ما نجمع 12 و 30 يبقوا 42 ناقص 20، يبقى الناتج هيطلع 22. يا ترى في 22 في الاختيارات؟ نقول له في الاختيارات في 12 في 22 في 52 في 62، يبقى احنا حلينا طلعناها 22. مسألة بسيطة جدا، هي شكلها يخض اه، لكن هي مسألة بسيطة جدا. ركز معايا لان مسائل السيجما بتبقى صعبة شوية،
انا عشان كده جايب لك كام مساله بالمنظر ده. فبيقول لي اذا كان ر من ر بتساوي 1 ل 25 ل 3 زائد ك ر بتساوي 100، فان ك بتساوي كام؟ وقال لي الاختيارات بقى هنا 25 ولا 13 ولا 1 على 13 ولا 1 على 5 وكام و20. احنا عندنا خاصيه بتقول ان السيجما ممكن تخش على القوس وتتفك، يبقى ممكن اقول له يبقى سيجما من ر بتساوي 1 ل 25 للتلاتة زائد كاف بره سيجما من ره بتساوي 1 ل 25 للره بتساوي 100. العدد الثابت افكه بان انا اضرب ال 25 في التلاتة، اقول له يبقى 25 في تلاتة ب 75 زائد كاف، ها، ودي ممكن استخدم فيها الخواص، اقول له ايه 25 على الاتنين في 25 زائد 1 اللي هي نون على الاتنين في نون زائد 1 بتساوي 100. ايه رأيك لو ودينا ال 75 دي الناحية التانية؟ وماله يا أستاذ، بس هنوديها بالناقص. نقول له كلامك مظبوط، يبقى كاف في 25 على الاتنين في 26 بتساوي 100 ناقص 75 بتساوي 25. على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها 13، على ال 25 فيها الواحد، على ال 25 فيها الواحد، يبقى 13 كاف بتساوي 1. اذا كاف هتساوي 1 على 13. موجودة في الاختيارات دي؟ أيوة يا أستاذ جيم، يبقى الكلام صح. مسألة بسيطة بس افتكر تملي بقى الخاصية دي، إن سيجما من ره بتساوي 1 لنون لره عبارة عن نون على 2 افتح قوس نون زائد 1. افتكر الخاصية دي لأنها مهمة، ولو كانت ره تربيع لها قانون تاني، نون على 6 في نون زائد 1 في 2 نون زائد 1، لو كانت ره تربيع. إذا كان ألف و ب و ج متتبعة حسابية، فأن ألف زائد 2 ب ناقص ج في 2 ب زائد ج ناقص ألف في ألف زائد 2 ب زائد ج بتساوي إيه؟ وراح قايل لي بقى، هل بتساوي 3 ألف ب ج؟ ولا بتساوي 4 ألف ب ج؟ ولا بتساوي 8 ألف ب ج؟ ولا بتساوي 16 ألف ب ج؟ الأول نبدأ في المعطى اللي هو مدهولي، إن الألف والب والجيم في تتابع حسابي، يعني معنى كده أن الاتنين ب بتساوي أ زائد ج، أن الب وسط حسابي، الوسط الحسابي بيساوي مجموع الاتنين على اتنين، ضربنا الاتنين في الطرفين يبقى الاتنين ب بتساوي أ زائد ج. نمسك قوس قوس، كل قوس نشوف فيه اتنين ب، ها، نشيلها ونقول له إيه القوس ده؟ يبقى أ زائد، بدل ما اشيل، بدل ما اكتب اتنين ب أقول له أ زائد ج ناقص ج. ها، والقوس ده 2 ب اهي، نقول له يبقى أ زائد ج زائد ج ناقص ايه؟ أ. آخر واحدة بقى هنعملها بالعكس، ال 2 ب اهي، وهشيل أ زائد ج هكتب مكانها هي كمان 2 ب. يبقى في الحالة دي بقى نيجي نشطب، نقول له الجيم بالموجب راحت مع الجيم بالايه؟ بالسالب، فدي تبقى 2 أ. الألف بالموجب راحت مع الألف بالسالب، يبقى في 2 ج، وديت 2 ب زائد 2 ب يبقوا 4 ب. اجمع بقى، اضرب بقى كده، يبقى 2 في 2 ب 4 في 4 ب 16 ألف ب ج. الناتج طلع 16 ألف ب ج. يا ترى فين في الاختيارات دي؟ نقول له دال، دال عبارة عن 16 ألف ب ج. واحد يسألني يقول لي يا أستاذ أنت حطيت هنا شلت كل ب، اشمعنى هنا؟ نقول له ما هو لازم تبقى في واحدة فيهم فيها ب، لأن الناتج فيه ألف وب وج، أنا شلت الب من هنا وشلت الب من هنا، يبقى لازم أحافظ على الب من هنا. طب أحافظ عليها إزاي؟ بدل ما أشيلها هي شلت ألف زائد ج وحطيت مكانها 2 إيه؟ ب، يبقى أنا كده حافظت على وجود الب، وهنا الألف راحت بقت الجيم بس، وهنا الجيم راحت بقت الألف بس، والناتج بقى 2 ألف في 2 ج في 4 ب يديني 16 ألف ب ج. عندنا قاعدة للأساس، طبعا انت عارف ان الأساس هو طرح اي حدين متتاليين، يعني ح ن زائد 1 من ح ن، لكن عندنا قاعدة احنا اتعلمناها انه د بتساوي ح ن ناقص ح م على ن ناقص م. عندنا القاعدة دي انا بفكرك بيها قبل ما اشرح لك المسألة، وافتكر ان المسائل اللي بتيجي في الدال على القاعدة دي كتير، افتكرها كويس قوي. في المتتبع ح ن يكون ح ن ناقص ح م بتساوي ايه؟ فانا بيقال لي بتساوي د ولا بتساوي ن ناقص م ولا بتساوي د في ن ناقص م ولا بتساوي م زائد 1 زائد ن، فانا هقول له انا كتبت لي القاعده فهعملها على 1،
وهضرب طرفين في وسطين، يبقى الواحد في ده بح نون ناقص ح ميم. طيب نون ناقص ميم في دال، يبقى الدال في نون ناقص ميم. يبقى أنا خلاص جبت لك ح نون ناقص ح ميم بكام يا مستر؟ بدال في نون ناقص ميم. طب هي فين؟ نقول له الأولى لأ، التانية لأ، التالتة دال في نون ناقص ميم. ركز، لأن القاعدة دي مهمة جدا، حكاية ان انت بتجيب الاساس عن طريق اي حدين، مش بالضرورة يبقوا ايه متتاليين، لا اي حدين، المهم تبقى بتكتب الحدين وبتكتب الرتب بتاعتهم تحت، هنا ح نون ناقص ح ميم، وتحت رتبة ح نون اللي هي نون، وتحت رتبة ح ميم اللي هي ميم، ويبقى هو ده تعريف الاساس بطريقة جديدة. هنا المسألة بيقول له إذا كانت ألف وبه وجيم ودال وعشرين وكاف وهه وواو بيساوي متتبعة حسابية، يبقى احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين نوجد ألف زائد به زائد جيم زائد كاف زائد هه زائد واو بكام؟ معايا كده؟ فاحنا بنقول له طيب ألف دي ده الحد الأول، وواو ده الحد الكام؟ الحد السابع. يبقى هنعمل ايه؟ ركز معايا، وانا عندي الف زائد ب زائد جيم، فاحنا بنقول له ايه؟ احنا هنا الحد الرابع واحد اتنين تلاتة اربعة بيساوي عشرين، يعني الف زائد تلاتة دال بتساوي عشرين. وانا عندي كمان الحد السابع عبارة عن الف زائد ستة دال. طيب انا عايز جيم سبعة، عبارة عن سبعة على اتنين في اتنين الف زائد ستة دال. ممكن اخد اتنين عامل مشترك، يبقى سبعة على اتنين في اتنين افتح قوس الف زائد تلاتة دال. الله، طيب ما هي الف زائد تلاتة دال دي عندي بعشرين يا استاذ، وانا ممكن اختصر الاتنين مع الاتنين، فهقول له يبقى سبعة في عشرين بمية واربعين. اذا مجموع دول كلهم كده على بعض بما فيهم العشرين بمية واربعين. مش فاهم يا استاذ، نقول له على مهلك تاني، عد كده معايا، واحد اتنين تلاتة اربعة، الحد الرابع بكام؟ بعشرين. قلت له يبقى حها اربعة بعشرين. طب يلا نترجمها، يبقى الف زائد تلاتة دال بعشرين. طب دول كام؟ دول سبعة يا استاذ. نقول له طب ما ايه رأيك ما نجيب جيم سبعة؟ جيم سبعة عبارة عن سبعة على اتنين في اتنين الف، وهطرح من السبعة واحد تبقى ستة دال. اخد اتنين عامل مشترك، يبقى اللي جوه ده ألف زائد تلاتة دال. طيب ما هو ألف زائد تلاتة دال بعشرين، يبقى أنا هشيل ده وأكتب مكانه عشرين. طيرت الاتنين مع الاتنين، فسبعة في عشرين بمية وكام؟ واربعين. طب أنا عايزهم بقى مجموعهم كلهم بس من غير العشرين، يعني أنت عايز ألف زائد ب زائد جيم زائد كاف زائد ه زائد واو بس ما يكونش فيهم العشرين. نقول له كلهم بمية واربعين، وهشيل لك منهم العشرين، يبقى الناتج هيطلع مية وكام وعشرين. مسألة حلوة جدا، ركز فيها تاني. هو بيقول له أنا عندي ألف وبه وجيم وعشرين وكاف وه وواو، دول متتابعة حسابية. أنا رحت واخد العشرين دي، قلت له دي الحد الكامل الحد الرابع، يبقى ألف زائد تلاتة دال بعشرين. ورحت جايب جيم سبعة، طب اشمعنى سبعة؟ نقول له ما هو دول سبع حدود. جيم سبعة بيساوي سبعة على اتنين في اتنين ألف زائد ستة دال. لما خدت اتنين عامل مشترك ظهر لي اللي جوه القوس ده ألف زائد تلاتة دال اللي هي بعشرين، رحت معوض عنها بعشرين، وقدرت اجيب جيم سبعة طلعت بمية واربعين. المية واربعين دول بما فيهم العشرين. طب ايه رأيك لو طرحنا منهم العشرين؟ هيديني مجموع الالف والب والكاف والجيم والهاء والواو. مسألة تانية بتقول اذا كانت دال دالة زوجية قابلة للاشتقاق على حه. اي دالة زوجية لما تيجي تفضلها بتنزل الاس وبتطرح من الاس واحد، فتبقى دالة فردية. تعال ما افكرك بس، الدالة الزوجية، الدالة الزوجية لو دال دالة زوجية يبقى دالة سالب الف بتساوي دالة الف، لكن لو دال دالة فردية يبقى دالة سالب الف بتساوي سالب دالة الف. ده كده على جنب. الحتة التانية بقى، لو دال دالة زوجية يبقى دالة شرطة هتبقى دالة فردية. طب دالة شرطة اتنين بتساوي تلاتة، طب يبقى دالة شرطة سالب اتنين تبقى بكام؟ تبقى بسالب تلاتة.
لو دالة شرطة 2 تبقى ب3، يبقى دالة شرطة سالب 2 تبقى بسالب كام؟ بسالب 3، وفي الحالة دي نختار نمرة ب. تعال نشوف مسألة كمان. بيقول له إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد أ، حيث س أقل من أو تساوي الاتنين، وأ س زائد ب حيث س أكبر من الاتنين قابلة للاشتقاق عند س بتساوي 2، فأن ب ناقص أ بتساوي كام؟ ومديني بقى اختيارات، أ بتساوي سالب 2، ب بتساوي سالب 4، ج بتساوي 4، د بتساوي 0. احنا اتفقنا قبل كده لما يبقى معايا مجهولين لابد ان انا اعمل معادلتين، وهو طالما قال لي ان الدالة قابلة للاشتقاق اقول له يبقى اذا الدالة متصلة عند س تساوي 2. يعني ايه يا استاذ متصلة؟ يعني دالة الف يمين تساوي دالة الف شمال بتساوي دالة الف، بس احنا مش معانا الف يا استاذ، نقول له يبقى دالة 2 يمين تساوي دالة 2 شمال بتساوي دالة 2. طب ما تيجي نجيب دالة 2 يمين، دالة 2 يمين اللي هي هتبقى 4 زائد أ. طب ونجيب دالة 2 شمال، أعوض على طول أقول له يبقى 2 أ زائد ب، أنا بعوض مباشرة مكان السين، السين ب 2 يبقى 4 زائد أ، السين هنا ب 2 يبقى 2 أ زائد ب. طيب ما تعمل لي معادلة يا أستاذ، نقول له أودي ده الألف الناحية التانية هتبقى أ زائد ب بتساوي 4. لو وديت دي الناحية التانية هتطرح منها 2 أ من أ هتبقى أ زائد ب بتساوي كام؟ بتساوي 4، ويبقى أنا كده عملت المعادلة الإيه؟ الأولى. طب والمعادلة التانية نقول له بما أنها قابلة للاشتقاق يبقى اشتق على طول. هقول له كده، بما أن الدالة قابلة للاشتقاق يبقى دالة شرطة 2 موجبة يمين بتساوي دالة شرطة 2 السالبة شمال. طيب الموجبة هتبقى ب2 س، السالبة هتبقى بألف، أهو اشتق معايا أهو س تربيع زائد ألف، لما تشتق الس تربيع هتبقى باتنين س. اشتق هنا أولا اشتقاق الثابت بصفر، واشتقاق ألف س تبقى بألف. طب عوض عن السين بكام بقى؟ باتنين، عند س تساوي 2 يبقى 2 في 2 بتساوي ألف، يبقى الألف طلعت بكام؟ 4. طيب لما الالف باربعه، طب عايزين نعوض عشان نجيب البيه، نقول له الف زائد ب بتساوي 4، هشيل الالف واحط مكانها 4 يبقى 4 زائد ب بتساوي 4، اذا الب هتساوي ايه؟ صفر. طب امال انت عايز ايه يا استاذ؟ نقول له لا انا عايز ب ناقص الف. يبقى لو انت عايز ب ناقص الف يبقى هتقول له صفر ناقص 4 تطلع بسالب 4. ركز بقى لان الاختيار هنا هيلخبط. ها هل الف بسالب 2، هل بسالب 4، هل ب 4، هل بصفر؟ لا هي بسالب 4، الاجابه سالب 4. اذا كان سيجما من ر بتساوي 1 لميم لسين زائد سيجما صاد من ر بتساوي 1 لميم لصاد، وسيجما عين من عين بتساوي 1 لميم بتساوي 165، فان ميم بتساوي كام؟ يبقى في الحاله دي لابد ان احنا نعوض، ونعوض عن الميم في كل مره، اول واحده دي هتبقى عباره عن ميم على 2 في ميم زائد 1، تاني واحده برضو هنعوض هتبقى ميم على 2 في ميم زائد 1، تالت واحدة هنعوض هتبقى ميم على 2 في ميم زائد 1 بتساوي 105 وكام؟ و60. طب ما ايه رأيك ما تجمعهم، نقول له يبقى 3 ميم على 2 في ميم زائد 1 بتساوي 105 وكام؟ و60. طيب ايه رأيك لو ودينا ال 3 على 2 دي الناحية التانية، يبقى ميم في ميم زائد 1 بتساوي 165 في 2 على 3، التلاتة على اتنين راحت الناحية التانية بعكس الايه؟ الاشارة، العدد، قلبنا العدد، يطلع الناتج بعد ما ضربناهم بمية وعشرة. يبقى نخش بقى بالميم، ميم في ميم بميم تربيع، ميم في واحد بميم، ناقص 110 بتساوي صفر. تعال نحللها، يبقى ميم تربيع زائد ميم ناقص 110 بتساوي صفر. نحلل قوسين ميم وميم، ناقص وزائد، 11 في 10، يا إما الميم بتساوي 10 يا إما الميم بتساوي سالب 11، وطبعا الميم
موجبة فتبقى مرفوضة دي، يبقى الميم بتساوي 10. يبقى المسألة هنا بيقول له ادي سيجما س ودي سيجما ص ودي سيجما ع بتساوي 165، فان م بتساوي كام؟ نقول له هل بتساوي 7؟ هل بتساوي 8؟ هل بتساوي 9؟ لا، الاجابه بتساوي 10. من شرفه منزل ارتفاعها 20 متر، نظر رجل الى برج مقابل فوجد أن قياس زاوية ارتفاع قمة البرج تساوي زاوية انخفاض قاعدة البرج بتساوي ايه؟ يبقى الراجل عمل كده، ادي يعني عندي المنزل اهو، ده المنزل وده البرج، وراح قايس مرة زاوية الارتفاع كده وقايس مرة زاوية الانخفاض، لقى ان الزاوية دي ايه ولقى ان الزاوية دي اهي. المنزل ده ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 20. البرج لسه ما نعرفش ارتفاعه. ها، يبقى بيقول تالي من شرفة منزل ارتفاعه 20 متر نظر رجل الى البرج مقابل ليه يعني، فوجد ان قياس زاوية ارتفاع قمة البرج تساوي زاوية انخفاض قاعدة البرج تساوي ايه؟ علما بان المنزل والبرج على خط افقي واحد. طبعا الزاوية دي قايمة، وده بينصف يعني المثلث ده مثلث متساوي الساقين، وكمان المنصف ده بيبقى عمودي وبينصف القاعدة وبينصف هنا كمان. نقول له الله، طب ما دي 20 يا مستر، تبقى دي كمان 20. الله، يبقى طول البرج 40. تمام، يبقى ما فيش داعي ان احنا نعمل بقى الشغل بتاعنا خالص، احنا عملنا شغل هندسة عادي خالص، بنقول له الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يبقى ده بينصف وده عمودي، بينصف وعمودي، يبقى معنى كده ان المثلث متساوي الساقين وكمان المنصف وعمودي بينصف القاعدة. طب ما القاعدة دي 20، تبقى القاعدة دي 20 لان الشكل ده مستطيل، يبقى الجزء ده برضو 20، يبقى نيجي نقول له يبقى طول البرج هيساوي 40. في الاختيارات الكلام ده، نقول له الاختيارات هنا دال. واحد يسأل يقول لي يا استاذ طب مش ممكن احلها عادي زي ما احنا بنحل؟ نقول له عادي ممكن تحلها زي ما انت عايز، بس احسن طريقة بقى انك انت بتحلها بهندسة الشكل، يعني تقول له الشكل ده مستطيل، زي ما دي 20 تبقى دي 20، دي قايمة وده بينصف، يبقى اللي بينصف ده بيخلي المثلث اللي معاك مثلث متساوي الساقين وبيخلي القاعدة كمان متنصفة. طيب ما دي 20 يبقى اكيد دي 20، يبقى البرج كله طوله كام؟ طوله 40، ويبقى احنا حلينا المسألة من غير اي مجهود. المسألة اللي بعد كده بيقول له عند ادخال 16 وسطا حسابيا بين الف وب، يعني انا عندي الف هنا في الاول وعندي ب هنا وانا عندي هنا 16 وسط، يعني بالبلدي كده عدد الحدود 18، 16 وسط والالف والب، يبقى اول حاجة الف بتساوي الف والنون بتساوي 18، 16 زائد 2، واللام او الحد الاخير اللي هو اسمه ايه؟ ب. انت عايز ايه؟ انا عايز مجموع الحدود. طب ما انا عندي قاعده بتقول ج ن بتساوي ن على 2 افتح قوس ا زائد لام. طب يبقى ج ن تساوي ن ب 18 على 2 والالف اهي واللام اللي هي ال ب، يبقى في الاخر 18 على 2 فيها 9 وافتح قوس اكتف ا زائد ب. يا ترى الاجابه دي موجوده ولا احنا حسبنا غلط؟ تعال نقول له هنا في 8 زائد ا زائد ب، لا مش صح، هنا في 9، يبقى هي الاجابه صح. اهي تاني يا مستر انا مش واخد بالي. نقول له الراجل بيقول لي احنا عايزين ندخل 16 وسط بين ا وب، يبقى احنا حطينا هنا 16 وسط ومعانا ا ومعانا ب، يبقى النون بكام؟ ب 18. طب واول حد عندك بكام؟ بألف، واخر حد عندك بكام؟ بب. طب انت عايز ايه؟ انا عايز مجموع الحدود. طب ما انا عندي قاعده بتقول ان ج ن بتساوي ن على 2 في ألف زائد لام. طب ما القاعده الثانيه ما استخدمتهاش ليه؟ نقول له ما انا معايا الحد الاخير، معايا اللام، يبقى بستخدم القانون اللي فيه الحد الاخير، يبقى ج ن بتساوي ن على 2 في ألف زائد لام، يبقى 18 على 2 والالف اهي، وبدل ما اكتب اللام هكتب الب. طب 18 على 2 فيها الكام؟ فيها 9، يعني الناتج 9 في أ زائد ب. يا ترى الحل ده موجود؟ ايوه رقم ب. تعال نشوف مسألة كمان. في متتابعة حسابية كان ح 17 بتساوي 73
وح 73 بتساوي 17، فأن رتبة الحد الذي قيمته صفر بتساوي كام؟ فنقول له طالما انت اديتني حدين بيختلفين كده، يبقى احنا لابد ان احنا نجيب الايه، نجيب الاساس. فنيجي نقول له د بتساوي ح 17 ناقص ح 73 على رتبة ال 17 ناقص رتبة ال 3 وكام؟ و70. طيب يبقى د بتساوي ح 17 ب 73، ح 73 ب 17 على 17 ناقص 73، يعني الناتج ده هيطلع بسالب كام؟ بسالب 1. طيب هو عايز رتبة الحد الذي قيمته صفر، يبقى نيجي نقول له يبقى ح ن بتساوي أ زائد ن ناقص 1 في د. يبقى نقول له هنا ايه؟ ح ن بصفر، وهنا أ زائد نون ناقص 1 في سالب 1. يبقى في الحالة ديت هنيجي نضرب كده، هيبقى الالف زائد 1 ناقص نون بتساوي صفر، يعني الف زائد 1 بتساوي نون. طيب ما تيجي نجيب الايه، الحد ال 73 نجيب منه ح 17 دي بتساوي كام؟ فنيجي نقول له 73 بتساوي أ زائد 16 د. طب ما هو أنا عندي ممكن أشيل الألف وأكتب مكانها الدال عندي بسالب 1، يبقى 73 بتساوي أ زائد 16 في سالب 1، يبقى 73 بتساوي أ ناقص 16، أوديها الناحية التانية يبقى الألف بيساوي 73 زائد 16، هتطلع ب 89. في الحالة دي أنا عندي نون بتساوي أ زائد 1، يبقى أشيل الألف وأقول له النون بتساوي 89 زائد 1، هيطلع النون بكام؟ ب90. تاني يا مستر أنا مش واخد بالي، نشرح من الأول. نقول له د بتساوي الحدين على فرق الرتبتين، الحد ال 17 ناقص الحد ال 73 على رتبة ده 17 ورتبة ده 3 وكام و70. طب الحد ال 17 بكام؟ ب73. طب الحد ال 73 بكام؟ ب17. لما طرحناهم من بعض طلع سالب 1. لما جبنا ح ن اللي هي ألف زائد ن ناقص 1 في د، في الآخر وصلنا للقاعدة دي، إلى إن النون بتساوي ألف زائد 1. بس أنا مش عارف الألف، نقول له تعالى نجيبها، أنا عندي ال 73 بتساوي ألف زائد 16 د، بس الدال بسالب 1 يبقى هشيل دي وأحط سالب 1، سالب 1 في 16 بسالب 16، أوديها الناحية التانية يبقى الألف بتسعة وكام؟ و80. ما أنا عندي النون ألف زائد 1، أشيل الألف وأحط مكانها 89 زائد 1 هتطلع ب90. ركز معايا في المسألة اللي جاية. المسألة اللي جاية بتقول إذا كان ح ن متتبع حسابية وح 1 زائد ح 5 زائد ح 10 زائد ح 16 بتساوي 64، فأن مجموع 15 الحدة الأولى تبقى بكام؟ فنيجي نقول له ح 1 يعني أ، ح 5 يعني أ زائد 4 د، ح 10 يعني أ زائد 9 د، ح 16 يعني أ زائد 15 د بتساوي 4 وكام؟ و60. تعال نجمع الألف، أدي 1 2 3 4 يبقى 4 ألف. تعال نجمع الدال، يبقى 3 د 4 د و 9 د و 15 د يعني 28 د بتساوي 4 وكام؟ و60. ممكن نقسم على الأربعة، نقول له يبقى أ زائد 7 د بتساوي 16. يبقى أنا كده طلعت من المعطى اللي أنت مديهولي ده بمعلومة. طيب أنت عايز إيه؟ أنا عايز جيم 15. جيم 15 ده عبارة عن 15 على 2 افتح قوس 2 ألف زائد 14 دال. طب ايه رأيك يا أستاذ لو أخدنا 2 عامل مشترك؟ نقول له ماله، أدي ال 15 على 2 وهاخد 2 عامل مشترك، هيبقى لي من هنا ألف وهيبقى لي من هنا 7 دال. الله، ما ألف زائد 7 دال معايا عندي ب 16. أولا تعالى نطير ال 2 مع ال 2، ويبقى جيم 15 عبارة عن 15 وهعوض عن دي ب 16. 15 في 16 ب 240، يبقى انا قدرت اجيب مجموع الكلام ده. مره ثانيه، اول ما اداني قال لي ان ح 1 زائد ح 5 زائد ح 10 زائد ح 16 ب 64، رحت فككهم كلهم، ح 1 يعني أ، ح 5 يعني أ زائد 4 د، ح 10 يعني أ زائد 9 د، ح 16 يعني أ زائد 15 د، وجمعتهم كلهم طلعوا 4 أ زائد 28 د بتساوي 64. ورحت ايه؟ قاسم على الاربعه. لما قسمت على الأربعة إداني أ زائد 7 د بتساوي 16،
رحت مخزنها، لو شفتها في حتة هشيل كل ألف وسبع دال واكتب مكانهم كام؟ 16. انت عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز مجموع 15 حد، يبقى جيم 15 بتساوي 15 على الاتنين، افتح قوس 2 ألف زائد 15 ناقص واحد اللي هي نون ناقص واحد ب14. الله يا مستر انا ممكن اخد 2 عامل مشترك، يلا ناخدها. هقسم هنا على الاثنين فيها الالف، هقسم هنا على الاثنين فيها السبعه، الاثنين طارت مع الاثنين. انا شفت يا مستر الف زائد سبعه دال، اعمل ايه؟ اشيلها واكتب مكانها 16، فهتبقى 15 في 16 ب240، ويبقى قدرنا نحل المساله دي. تعال نشوف مساله كمان. المساله بتقول اذا كانت جيم نون مجموع نون حدا الاولى من متتبع حسابيه، وكان جيم 2 نون بتساوي 3 جيم نون، فان جيم 3 نون الى جيم نون بتساوي كام؟ تعال مع بعض كده نقول له جيم 2 نون بتساوي 3 جيم نون، ولو قسمناهم يبقى جيم 2 نون على جيم نون بتساوي 3 على 1. طب ما يلا نكتب القانون بتاع كل واحده من دول. يلا نكتب جيم 2 نون يعني 2 نون على 2 افتح قوس 2 ألف زائد نون زائد 2 نون ناقص 1 في دال. أما جيم نون عبارة عن نون على 2 افتح قوس 2 ألف زائد نون ناقص 1 في دال بتساوي 3 على 1. النون على 2 راحت مع النون على 2. ونضرب طرفين في وسطين، نضرب الطرف ده في واحد هيبقى 2 افتح قوس 2 ألف زائد 2 نون ناقص 1 في دال بتساوي 3 في 2 ألف زائد نون ناقص 1 في دال. ويلا نفك القوس بتاع كل واحدة من دول. يبقى هنعمل إيه بقى؟ يبقى نقول له 2 في 2 ألف ب4 ألف، وهنا 2 هتخش عليهم تبقى 4 نون دال ناقص 2 دال. التلاتة هتخش على دي تبقى 6 ألف زائد 3 نون دال ناقص 3 دال. يلا نجمع بقى. يبقى هنودي ايه بقى؟ نودي التلاتة دي هنا، 3 نون دال من 4 نون دال يبقى نون دال، وودي التلاتة دي هنا هتبقى بقى دال، وهنا 6 ألف هتروح لها ناقص 4 ألف، هيبقى نون دال زائد دال بتساوي 2 ألف. يبقى انا كده قدرت من خلال المعطى اللي عندي ان انا اوصل للقاعده دي، ان انا كل ما اشوف 2 الف اشيلها واكتب مكانها نون دال زائد دال. طب انت عايز ايه يا مستر؟ انا عايز النسبه ما بين جيم 3 نون الى جيم نون. تعال معايا، جيم 3 نون على جيم نون بتساوي 3 نون على 2 افتح قوس 2 الف زائد 3 نون ناقص 1 في دال. طب وهنا نون على 2 افتح قوس 2 ألف زائد نون ناقص 1 في دال. النون على 2 هتروح مع النون على 2. كل لما اشوف 2 ألف هشيلها واكتب مكانها نون دال زائد دال. تعالى نكتب المسألة دي في ورقة اهو. جيم 3 نون على جيم نون بتساوي، ما تنساش في 3 هنا، وهنا في 2 ألف هكتبها نون دال زائد دال زائد 3 نون دال ناقص دال، وهنا 2 ألف يبقى نون دال زائد دال زائد نون دال ناقص دال. ايه رأيك الدال اللي بالموجب تروح مع الدال اللي بالسالب؟ وعندي نون دال و3 نون دال يبقى 4 نون دال مضروبة في 3 يبقى 12 نون دال، وهنا الموجب ده هيروح مع السالب ده، وعندي نون دال ونون دال يبقى 2 نون دال. طارت النون دال مع النون دال يبقى جيم 3 نون على جيم نون هتساوي 6. يبقى النسبة بتساوي 6. تعال نشوف الحل هنا هل ده موجود ولا لا. فبيقول له فأن جيم 3 نون إلى جيم نون بتساوي 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10. الإجابة 6. مسألة صعبة شوية بس ركز فيها علشان المسائل دي من المهمة، من المسائل المهمة. الأول قال لي جيم 2 نون بتساوي 3 جيم نون، فروحت أنا أعملها نسبة، يبقى جيم 2 نون إلى جيم نون بتساوي 3 إلى 1، ورحت كاتبهم واختصرت وضربت طرفين في وسطين، وصلت القاعدة مهمة جدا أن نون دال زائد دال بتساوي 2 ألف.
لما تيجي بعد كده تقول لي انا عايز النسبة ما بين جيم 3 نون الى جيم نون، كل لما اشوف 2 الف اشيلها واكتب مكانها نون دال زائد دال. لقيت المسألة بقى ريحت خالص وقدرنا نطلعها، وطلعت في الاخر بعد ما طيرنا الدال طلعت بتساوي 6. تعال نشوف مسألة كمان. الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة، ودالة شرطة 2 تكون ايه؟ دالة شرطة 2 دي يعني يقصد بها المماس. طب ما تيجي نعمل المماس اهو. يا ترى صنع زاوية حادة؟ صنع زاوية حادة. طالما صنع زاوية حادة يبقى الميل المماس موجب. هو بيسأل بقى دالة شرطة 2 دي تكون موجبة ولا سالبة ولا صفر ولا غير معرفة. لو الرسمة دي صنعت زاوية منفرجة هيبقى الميل المماس سالب. لو الرسمة دي كان المماس موازي المحور السينات يبقى ميل المماس بيساوي صفر. لو الرسمة دي كان ميل المماس موازي المحور الصادات هيبقى غير معرف. يبقى في 4 حالات اهو. امتى تبقى موجبة؟ لو صنع زاوية حادة. امتى تبقى سالبة؟ لو صنع زاوية منفرجة. امتى تبقى صفر؟ لو المماس موازي محور السينات. امتى تبقى غير معرفة؟ لو المماس موازي محور الصادات. طب احنا عملنا المماس طلع ايه؟ نقول له طلع عامل زاوية حادة. واحد يقول لي طب ما في زاوية منفرجة ايه؟ نقول له لا، احنا بناخد مع الاتجاه الموجب لمحور الايه؟ السينات. يبقى في الحالة دي هتبقى موجبة. تعال نشوف مسألة كمان. احنا بنحاول نراجع لك المسائل كلها من تفاضل لجبر لحساب مثلثات علشان الامتحان بتاعك بيبقى برضو نفس الكلام. في المتتبعة حهنون بتساوي 32 38 24، عايز اقل عدد من الحدود التي تجعل المجموع اكبر ما يمكن بداية من الحد الاول. لما يجي يقول لي اكبر ما يمكن اقول له يبقى حهنون اكبر من الصفر على طول كده. اول ما يجي يقول لي اكبر ما يمكن اقول له يبقى ح ن اكبر من الصفر. قال لي اصغر ما يمكن اقول له يبقى ح ن اقل من الصفر. قال لي ليكون المجموع موجبا اقول له يبقى ج ن اكبر من الصفر. قال لي يكون المجموع سالبا اقول له يبقى ج ن اقل من الصفر. دول 4 عبارات اللي بتقابلك في المسائل، واكثرهم استخداما هي دي اللي هي اكبر ما يمكن، اللي هي نقول له يبقى لازم اجيب الحدود الموجبه بس. فتعال نبدا بقى تاني اهو. خلي بالك من المتتبعه 32 28 24، هكتبها لك انا تاني هنا. المتتبعه اللي معايا عباره عن 32 28 24 وهكذا. انت عايز اقل ما يمكن اكبر ما يمكن، فهاجي اقول له يبقى ح ن اكبر من الصفر، يعني الف زائد ن ناقص 1 في د اكبر من الصفر. طب على جنب كده بقى، الالف بكام؟ نقول له ب 32. طب والدال بكام؟ نقول له اطرح 28 ناقص 32 تطلع بسالب 4. طب عوض مكان الالف اكتب لي 32. هنا مش عارفها دي يا استاذ، نقول له يبقى ن ناقص 1 زي ما هي. طب ودي بسالب كام؟ 4 اكبر من الصفر. طب ما تخش اضرب دي هنا واضرب دي هنا، يبقى 32 زائد 4 سالب 4 في سالب 1 بزائد ناقص 4 نون اكبر من الصفر، يبقى 36 ناقص 4 نون اكبر من الصفر. ايه رايك لو تودي ال 36 الناحيه الثانيه؟ نقول له يبقى سالب 4 نون اكبر من سالب 36، وبالقسمة على سالب 4 يبقى نون اقل من 9. يبقى اقل عدد تحصل عليه اكبر مجموع ان نون تساوي 8، لان انت بتقول لي نون اقل من 9، فانا باخد اللي اقل من 9 مباشره اللي هي تبقى بكام؟ ب 8. يبقى اقل عدد من الحدود يخلي المجموع اكبر ما يمكن. خلي بالك هو عايز اقل عدد من الحدود تجعل المجموع اكبر ما يمكن. اقل عدد من الحدود يعني عدد الحدود تبقى كام؟ تبقى 8. ناخد مسألة كمان.
كم حدا يلزم أخذه من المتتبعة الحسابية 35 30 25 ابتداء من حدها الأول ليكون المجموع 135. احنا هنحاول نعرض المسألة ولو ما كملناهاش تبقى دي مسألة الواجب بتاعتك. كم حدا يعني عايز نون، فبقول له يبقى ألف بتساوي 35، دال بتساوي 30 ناقص 35 بسالب 5، جيم نون بتساوي 135. انت عايز ايه المطلوب؟ يبقى المطلوب نون. بتكتب انت بقى القانون، جيم نون بتساوي نون على 2 افتح قوس 2 ألف زائد نون ناقص 1 في دال، يبقى جيم نون اللي هي 135، وتعوض عن النون على 2 وتكمل، وتبقى دي مسألة الواجب بتاعتك. وبقية الواجب انا هنشرها في الصفحة علشان تكملها، علشان تعمل مراجعة كاملة للمنهج. اتعشم ان احنا نكون قدرنا نغطي كافة المسائل، والحلقة الجاية هتبقى مراجعة تطبيقية برضو هنغطي فيها كافة المسائل اللي في التطبيقية. وشكرا، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.